الجزء الذي نخصصه لمتابعة التطورات الميدانية والإنسانية في سوريا. قالت صحيفة فورين أفيرز الأمريكية في مقال لها بعنوان هكذا أحب السيسي بشار الأسد إن الرئيس المصري هو القائد العربي الوحيد الذي أعلن جهارا تأييده لنظام الأسد، ويوضح كيسلر أن النظام السيسي عندما ينظر إلى الصراع السوري يتذكر ضعف الحكم في بلده، ففي سوريا كما هو الحال في مصر يسيطر نظام الأسد على حكم سوريا منذ 4 عقود ويحكم ضباط الجيش مصر منذ 7 عقود تقريبا، يحرض النظام على معارضيه ويصفهم بالمتطرفين. ويشير المقال لتوافق موقفي الأسد والسيسي حول الحكومة التركية كأحد أسباب اصطفاف النظام المصري إلى جانب الأسد. ومعنا عبر الأقمار الاصطناعية من اسطنبول سيادة العميد أحمد رحالة الخبير العسكري، أهلا بك معنا سيادة العميد. أهلا وسهلا. نعم، أهلا بكم، حياكم الله. نعم، الصحيفة الأمريكية تتحدث على حب السيسي وتقارب النظام المصري لنظام بشار الأسد على الرغم من انعكاسات علاقات مصر مع دول الجوار العربية. لماذا من وجهة نظرك سيادة العميد هذا التقارب؟ يعني الطيور على أشكالها تقع كما يقال في المثل العربي، يعني أنا أعتقد أننا لست بحاجة إلى كثير من الدلائل وكثير من الإثبات وكثير من الاجتهاد كي نثبت من أن نظام السيسي هو كان يدعم نظام بشار الأسد وما زال يدعم نظام بشار الأسد. وعندما صرح لآر تي بي الصحيفة البرتغالية أو المحطة البرتغالية من أنه يدعم جيش الأسد لم تكن غلطة إعلامية، بل كانت يعني مرحلة الجهر بالدعوة أو الجهر بالنية تجاه ما يحصل. لو عدنا إلى الانقلاب الذي قام به نظام السيسي على السلطة الشرعية في مصر، هي كانت انقلاب على مصر وانقلاب على علاقة مصر مع محيطها وانقلاب على الشعب السوري. السفن الإيرانية التي تحمل السلاح وتقتل الشعب السوري أصبحت تعبر من قناة السويس، وعندما ضاقت إيران ولم تستطع أن تمد سلاح لبشار الأسد أصبحت مصانع الهيئة العربية للتصنيع ومصنع صقر بالذات هو من يرسل صواريخ لجراد أو صواريخ كما تسمى في مصر صقر 45 إلى نظام الأسد، بالإضافة إلى قذائف الـ RPG. هي القذائف التي أثبتنا وقدمنا الدلائل من أنها قتل بها شعبنا في الزبداني وفي مضايا وفي وادي بردة ومؤخرا في مدينة حلب. عندما قدمنا تلك الدلائل خرج علينا من مصر من يقول من أنها صفقات أسلحة تعود إلى ما قبل 2005، فقدمنا الدلائل من أنها صنعت ما بعد عام 2012 و2013 في المصانع المصرية، وبالتالي هي قدمت إلى سوريا ما بعد عام 2013. هذا الأمر إذا تحدثنا في موضوع التسليح وما تقدمه من سلاح ومن مساند لإيران، إذا ما وقفنا في مجلس الأمن كيف قام المندوب المصري ليصطف وحيدا من بين كل دول مجلس الأمن ليساند الموقف الروسي في عدم تثبيت وقف اطلاق نار وعدم تثبيت هدنة في سوريا وقتل الشعب السوري. لو ذهبنا إلى الطيارين المصريين الذين أثبتنا وجودهم 18 طيار مصري في قاعدة حماة، إذا هناك الكثير من الدلائل التي تثبت أن نظام العسكر في مصر يتوافق توافق كامل مع نظام الأسد في سوريا، وتوجت في شهر تشرين الثاني الماضي من العام الماضي بزيارة رئيس الاستخبارات السورية علي مملوك ولقائه مع اللواء وقائد مخابرات السابق اللواء خالد فوزي. نعم. وكأن هناك تجربة في سوريا يستعد لها السيسي إذا ما كانت هناك ثورة في مصر كي يقمعها بنفس الطريقة التي يقمع بها الأسد. طيب، الشعب السوري. ابقى مع سيادة العميد، سأعود إليك، لكن ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الدكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية. أرحب بك معنا دكتور عصام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. دكتور عصام، لماذا يقدم السيسي إذا صح هذا ما جاء في الصحيفة وأكده سيادة العميد ضيفي من اسطنبول، لماذا يقدم السيسي علاقته مع بشار الأسد على علاقات تبدو المفترض أقوى وأكثر نفعا ومصالحية مع دول عربية لها رأي آخر في نظام بشار الأسد كالمملكة العربية السعودية مثلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، التحية أولا لحضرتك والتحية لكل المشاهدين. أنا من وجهة نظري أن تقارب عبد الفتاح السيسي مع بشار الأسد أو مع نظام بشار الأسد إن صحت مثل هذه التقارير، وهناك عدد كبير من المؤشرات تؤكد أو تشير إلى مثل هذا التقارب، فإن هناك عدة أسباب أساسية. السبب الأول أن عبد الفتاح السيسي يرى أن استمرار بشار هو نوع من أنواع الدعم المعنوي لنظامه ولبقائه، وبالتالي بقاء بشار أو بقاء خليفة حفتر في ليبيا يمكن أن يشكل دعما سياسيا حقيقيا لبقاء نظام عبد الفتاح السيسي، لأن سقوط أي منهما سواء بشار أو حفتر في ليبيا يمكن أن ينعكس سلبا على درجة الاستقرار. اسمح لي يا دكتور، أنا أسمع العبارة دي كثيرا وأسف على مقاطعتك، لكن لا أفهم، يعني كيف أن سقوط بشار أو حفتر مثلا في ليبيا كما تقول سيؤثر على السيسي؟ يعني الاعتبار في غايه الاهميه، اولا ان الثورات العربيه منذ 2011 وهي تعاني من انتكاسات عديده، ونجاح اي ثوره عربيه بشكل حقيقي او جوهري ونجاحيه في التخلص من نظام استبدادي تسلطي سيكون مدا معنويا لقوى الثوره الشعبيه في كل دول الاقليم، واعتقد ان هذا يمكن ان يؤثر بدرجه كبيره، لان حفتر الان يستمد دعمه الرئيسي من نظام عبد الفتاح السيسي، وفي حال سقوطه على سبيل المثال في دوله شديده الاهميه شديده الحيويه دوله جوار لمصر يمكن ان ينعكس سلبا على درجه الاستقرار السياسي للنظام في الدرجه الاولى. نفس الامر بما يتعلق ببشار الاسد، سوريا دوله كبيره، نجاح ثورتها يمكن ان يكون مؤشرا في غايه الاهميه على نجاح معظم الثورات العربيه، واعتقد ان هذا ان في مقدمه الدول التي ستتاثر بهذا النجاح هي مصر في الدرجه الاولى. هذا رقم واحد. رقم اثنين، عبد الفتاح السيسي يرتبط منذ قدومه بعد انقلاب 2013 يرتبط بعلاقه صراعيه مع الدوله التركيه. وهو يدرك طبيعه الدور التركي الان في الثوره السوريه وحرصها على اسقاط بشار، فياتي دعمه لنظام بشار في اطار حربه التنافسيه او في صراعه مع النظام التركي، وبالتالي افشال مخططات او افشال سياسات الدوله التركيه في مواجهه بشار. هذا ثانيا. ثالثا، وهو امر في غايه الاهميه، عبد الفتاح السيسي منذ 2013 وبعد مسرحيه انتخابات 2014 وتوليه ما يسمى بين قوسين بالرئاسه في مصر، اصبح من اهم الحلفاء الاستراتيجيين لروسيا الاتحاديه في المنطقه، وخاصه هذا التحالف الاستراتيجي برز في عده مستويات، سواء في صفقات السلاح، سواء في دعمها في قبرص، سواء في دعمها في عدد كبير من الملفات الاساسيه، وبالتالي رهانه الآن على أن روسيا أو دعمه لبشار يكون نوع من أنواع الرهان على تعزيز علاقته أو شكل من أشكال تعزيز العلاقة مع روسيا الاتحادية، حتى يبحث عن مستقبله بأنها يمكن باعتباره حليفا استراتيجيا لها في هذه المرحلة، أنه إذا تعرض لأزمة مع الولايات المتحدة أو غيرها يمكن أن تكون روسيا هي الحليف الاستراتيجي وتفعل معه ما فعلت مع بشار. سبب آخر مهم أيضا من وجهة نظري، واعتبره سببا رابعا لو سمحت، ان سببا رابعا وهو ان دعمه لبشار يمكن ان يكون ورقه من اوراق الابتزاز السياسي لدول الخليج وتحديدا المملكه العربيه السعوديه التي بدات تراجع بعض مواقفها التمويليه من نظام عبد الفتاح السيسي، وبالتالي عندما يتقرب من بشار معنى هذا انه يناور بالورقه الايرانيه وانه يمكن ان يميل الى المحور الايراني الروسي السوري، وبالتالي هذا يمكن ان يشكل نوع من انواع المكايده السياسيه او الابتزاز السياسي للنظام السعودي حتى يعود الى سيارته الاولى في تقديم كل صور الدعم للنظام السياسي. وضحت الفكره الدكتور عصام عبد الشافي استاذ العلوم السياسيه، كنت معي عبر الهاتف من اسطنبول. عوده لضيفي من اسطنبول عبر الاقمار الاصطناعيه. سيادة العميد، فيما يخص ما ذكره ضيف الدكتور عصام عبد الشافي أن دعم السيسي لبشار الأسد هو فقط تماهي وتغيير البوصلة لصالح السياسات الروسية الإيرانية في المنطقة، مسألة مصالحية في المقام الأول، يعني هو لعيون روسيا وليس لعيون بشار الأسد، ما رأيك في هذا الكلام؟
يعني أعتقد أن هذا الكلام يعني هو كلام أن هناك ابتزاز لموضوع الخليج، أن نظام السيسي تجاوز هذا الأمر. السيسي الآن يعبث في مستقبل بلد مصر بعمقه العربي، يعبث بالأمن القومي العربي، ويعبث بكل اتفاقيات الدفاع العربي المشترك. عندما يضع يده في يد العبادي ويدعم الميليشيات الشيعية في العراق، عندما يضع يده في يد نظام الدكتاتورية الأسد ويقتل الشعب السوري، عندما يقف إلى جانب روسيا التي تعبث في الأمن القومي العربي، وعندما يقترب من إيران، أعتقد أن السيسي خرج من عمقه العربي، يحاول إخراج مصر بمكانتها بجيشها بقوتها بمكانتها التي لا يمكن أن تسترد إذا ما غابت عن الساحة العربية. وبالتالي أنا أعتقد أن النظام السيسي يهرب من الداخل كي ينشغل في الخارج، لأنه يدرك أن النظام أو أن ما يحصل في الشارع المصري هو قنبلة موقوتة، هو لغم قابل للانفجار، وبالتالي هو يعبث في السياسات الخارجية كي يصل إلى حالة من إسكات الشارع الداخلي أمام الضغوطات التي يتعرض بها بالخارج. وبالتالي أنا أعتقد أن النظام سيادة السيسي العميد يسير إلى حد فيه. نعم سيادة العميد، الصحيفة من ضمن ما ذكرت في أسباب التقارب المصري السوري أو مع نظام بشار الأسد الآن هو النكاية في النظام التركي تحت رئاسة الرئيس أردوغان، ما رأيك في هذا؟ يعني أنا أعتقد أن هذه الأسباب هي عبارة عن المخوفات أو التخوفات التي يخافها النظام في مصر. يعني تركيا بمكانتها باقتصادها بإحدى دول العشرين بالجيش الذي تمتلكه بالصناعات هي نموذج إسلامي يحتز به، وبالتالي هو لا يخاف من تركيا كنظام، إنما يخاف من التجربة في تركيا من أن تستنسخ في مصر، لذلك هو يحاول أن يجعل منها فزاعة للشعب المصري. أما الإخوان المسلمين فأعتقد أنه إذا كان حكم الإخوان كما يحصل في تركيا فيحبذ أن يكون في كل الدول العربية. يعني أنا أعتقد أن النظام السيسي يحاول إيجاد تخوفات خارجية، يحاول إيجاد مزاعم خارجية، لكن أنا أعتقد أن التخوف الأساسي للنظام السيسي من أن تكون هناك صحوة لدى الشعب المصري ويدرك ماذا يفعل السيسي. سؤال أن توقف الدعم أن يعني الخليجي، يعني أن تجيب عنه باختصار سيادة العميد، هذا الدعم الذي يقدمه السيسي لبشار ما هو انعكاساته على قوة بشار الأسد في حربه الحالية؟ يعني هو يراهن على جواد خاسر، بشار الأسد منتهي، لم يستطع حزب الله أن ينقذه، ولم تستطع كل ميليشيات إيران وحلفائها من أن تنقذه، حتى روسيا لم تستطع. وبالتالي أنا أعتقد أن السيسي راهن على الجواد الخاسر، كان يجب عليه أن يراهن على الشق الثاني من الوحدة العربية التي ربطنا مع مصر، وهو القطاع الشمالي وهو الشعب السوري. وبالتالي أنا أعتقد أن بشار الأسد عندما يسقط قد يتعلق برقبة السيسي ليجره معا نحو الهاوية. العميد أحمد رحال الخبير العسكري كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من اسطنبول، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام في نهاية هذه النافذة أشكركم على طيب المتابعة، ألقاكم غدا بإذن الله في نافذة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.